عند الإمام السيد السيستاني أدام الله وجوده، وكان الحديث في شركة إخواننا من أهل السنة العرب، فقال ما مضمونه اشركوهم ولا تقولوا أنهم إخوانكم، قولوا أنفسهم أنفسكم وتعاملوا معهم بهذه الطريقة. قول سيد علي همك ينجلي، قول سيد علي همك ينجلي. تشرفنا اليوم بمقابلة سماحة السيد آية العظمى سيد علي السيستاني، وكانت المقابلة ودية جدا، واستمتعنا بآرائه وإشاداته، وكذلك فرحنا جدا لاستقباله الودي والصميم لنا. وانطباعي هو أن كما قلت سابقا أن السيد السيستاني هو نعمة من الله للشعب العراقي، ودوره التاريخي معروف. أبو محمد رضا حامل رأيه.